لسه مكملين معاكم حلقتنا وبيت عز. دايما بقى جوه كل بيت بتبقى عندنا مشكله كده في الكراكيب، حاجات مش عارفين نوديها فين. طب نوضبها ازاي؟ نرميها ولا نخليها؟ فالحقيقه فقرتنا دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نقدر نروق بيتنا ونتخلص من كل الكراكيب اللي موجوده فيه مع ضيفتنا اللي منورانا استاذه ساره طلعت هوم اورجنايزر. ازيك؟ عامله ايه يا ساره؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله. كله تمام؟ الحمد لله. ايه موضوع ان انا يعني اخلي حد يوضب لي بيتي ده؟ عشان الناس كتير مش فاهمه القصه. والله بصي، قبل ما حد يوضب لي بيتي، هو انا عايزه اوضبه ولا لا؟ يعني الفكره انت بتقولي عندنا مشكله الكراكيب، في ناس مش شايفاها مشكله. هنا الكارثه بقى بالنسبه لنا. مشكله اكبر. ايوه طبعا، لان انت الحاجات متكومه، ففي تراب. انت متخيله ان انت روقتي، انت عمرك ما بتروقي ودماغك مكركبه بتبقى، لان عينك مش شايفه، يعني الحواس بتاعتك انت دلوقتي عينك مش شايفه تنظيم، فدماغك هتبقى مكركبه طبعا. يعني فعلا الكراكيب اللي حواليا او لو البيت مش متوضب ده بيأثر على نفسيتي جدا. ومش لا بصي، في فرق بين الكراكيب والتوضيب. اوكي. يعني انا ممكن احط دي في مكانها كده انا موضبه، لكن انا ممكن يبقى في الكورنر في كوارث وانا بقى عامله نفسي شاده بالي، لا مش مأثره عليا. ايوه بالظبط. او يمكن احتاجها، ما ده تعلق برده، فبرده هي حاجه مش، ما هي دي الفكره. يعني الاول انا عايزه اعرف، انت فكره ان انت تبقي متخصصه في موضوع ان احنا نتخلص من الكراكيب وان احنا نروق والحاجات جت ازاي؟ هي والله بصي، انا كنت بشتغل موظفه، بروح الجامعه الساعه 9 الصبح وبرجع الساعه 3 الظهر، ودي فتره في حياتي مش طويله. انا اساسا طبيبه اسنان، فكنت بشتغل في عيادات خاصه، كان الاول الموضوع ايه الوقت في ايدي. ففكره الوظيفه اللي كانت من وقت لوقت دي اثرت جدا على يومي. وبالتالي بقيت مش حاسه ان انا حاطه الفوط في مكانها، مش لاحقه المكتبه، مش زي ما انا متعوده. فانتبهت ان انا ايه، اول بقى ما قدمت استقالتي لقيت ان انا اول حاجه عملتها ان انا كنت على الصفحه الشخصيه بتاعتي، ما كانش شغل ولا حاجه خالص. ابتديت اقول للناس صحابي، يعني عشان عايزه اتشجع، يا جماعه انا النهارده هروق الدرج الفلاني، النهارده هنروق درج الفوط اللي في المطبخ. بتشاركي الناس او اصحابك على اصحابي؟ اصحابي مش شغل خالص. يعني كان الموضوع بس عشان انا اتشجع، وبعدين رحت لقيت كذا حد كده تفاعل معايا، فبدات سميته احنا هنعمل خلال 90 يوم. انا عارفاه، فاكراه تحدي 90 يوم. خلال 90 يوم عملناه تشالنج. أيوة. ففعلا انت عايزه اقول لك حاجه، انا خلال ال 90 يوم دي، هو عمال بيقول لك عاده ان العادات بتثبت في 90 يوم. يعني تبتدي تبقى اكيده في 21 يوم، يعني حد عايز يبطل تدخين مثلا، لكن لو قدر 90 يوم يبطلها يبقى خلاص الحاجه دي خرجت تماما من حياتك. يعني انا ال 90 يوم دول في بني ادمين خرجوا من حياتي. أوكي. خلالهم والله بجد، لان انت بتنوي. هي نيه ان انا كمان شايفين البيج بتاعتك او الجروب بتاعك، لو احنا يا جماعه عايزين يعني تبقوا موجودين مع ساره. الصفحه دي اتعملت قريب بقى تحت الطلب، خلاص بقى لو احنا محتاجين بقى الموضوع يبقى بروفيشنال. ايوه بالظبط، لان بقول لك النيه، انت نويتي ان انت تروقي بقى دماغك وتروقي نفسيتك وتروقي صفحه الفيسبوك. ما انت كل دي كراكيب على فكره. صح. هي كراكيب مش بس شويه كراتين او علبه جزمه ما رميتهاش، لا خالص. الكراكيب، فانا بقى لقيت نفسي طايحه في ال 90 يوم. انت بتروقي حياتك كلها. لا، وفي ناس قالوا لي في الاول هتقعدي 90 يوم هنلاقي حاجات. قلت لهم هنلاقي، ده يكفوا، بس المهم يكفوا 90 يوم. انت لو النهارده اطلب طلب كده من الناس وجربوا، حاولي النهارده ترمي 5 حاجات. لو لقيتي بنسه مكسوره، بنسه يعني مش هقول حاجه ارميها، اعتبريها حاجه. ما هي البنسه دي على قلبك على فكره. ايوه صح، هي في الدرج بس هي على قلبك. عود كبريت بايظ، علبه كبريت قديمه، احنا بيخلص، هو الكبريت بيخلص، في ناس بتعتبره ما بيخلصش، لكن هو في الطرف بتاعه ده اللي بتحركي فيه بيخلص. البطاريات اللي بنكومها في الثلاجه، او تقول لك لا بتحافظ عليها، وخلاص يا جماعه، يعني خلاص هي ليها عمر افتراضي. ايوه خلصت خلاص، ليها حتى لو جديده على فكره. هي ليها عمر افتراضي. في تفاصيل بقى، انت متخيله شويه الحاجات اللي انا قلتها دي، كميه حاجات ممكن تترمي. اوكي. خرافي، وصدقيني بتفرق والله العظيم. انا خلال ال 60 يوم الاولانيين وما كنتش قصدي، بس انتبهت بقى، لان انا كمان دارسه طاقه وكده. في ناس خرجت، بني ادمين. لما اخدتي قرار الترتيب او التوضيب، توضيب دماغك وتوضيب حياتك، توضيب ان مش عايزه كركبه. ما الكركبه دي ممكن تبقى ناس. صح. ممكن تبقى بيج متابعاها وبزعجك قوي. طب انت متابعاها ليه؟ وكل ما تشوفي حاجه تتغمي تتضايقي، بس تفضلي عامله لها فولو. طب ما تعملي ان فولو، ما ده ترتيب برده. ما انت التليفون لما تفضي الجاليري وتقعدي تنظمي مثلا، تعملي فولدرز. انت متخيله تطلعي الحاجه في مقوله كده ان خلال 15 ثانيه لو ما لقيتيش الحاجه زي ما انت عرفتها، يبقى هي، يبقى انت ست مكركبه. بمعنى ايه؟ كل حاجه ليها مكانها. ف 15 ثانيه دي ولا حاجه طبعا. فانت بمعنى انك لقيتيها، يبقى انت كده قصرتي على وقتك وعلى يومك وعلى تنظيم يومك.
صح. فبقت بتتكلمي في تايم مانجمنت بقى كمان. ايوه الموضوع مش بسيط، كل حاجه فعلا. اساعد حد ازاي بقى؟ هي بتبقى من غير المايند سيت بس. يعني في ناس ندى مثلا محتاجه ان انا اغير المايند سيت ان ده بجد الحاجات دي انت مش محتاجاها. ده على فكره مجهود. أيوة في طبعاً. ناس بتبقى بتعلقه بحاجات، كنت لسه هقول لك في ناس صباع روج قديم بس هي مش عايزه ترميه. صح، انا حاسه انه يعني الحاجه دي بتاعتي حباها فعايزاها تفضل موجوده قدامي حتى فعلا لو مش هستخدمها او لو حتى خلاص باظت. بس باي تايم تخيلي ان انت قاعده مثلا 30 سنه عمرك او 45 سنه ولا وات ايفر بتحوشي حاجات، مش ممكن. هي حتى هتفقد متعتها وكونها قديمه انت كده كانك متمسكه بالماضي. صح. يعني ممكن نحتفظ بحاجه او اتنين، عندك هوايه هات لها حاجات كتير، يبقى عندك كراكيب بتاعه الهوايه، لكن مش كل حاجه في حياتنا هنحتفظ بيها. فكره التعلق بالماضي فعلا، التعلق بالماضي مش هيخليك تبصي على المستقبل. انا بقول لك والله 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 في ناس بتمشي في بني ادمين، وفي هتلاقي نفسك مثلا جات لك هدايا، انت مجرد انك تطلعي طبعا تطلعي الحاجه اللي بتخرجيها بيجي مكانها. تخلصي مش معناه ان انا ارمي. طب ما ممكن اتخلص ارمي، وممكن اتخلص ان انا ادي لحد تاني. صح. يستفيد منها، افضي دولابي شويه، وانت بتروقي الدولاب تقولي طب ما انا عندي كذا واحد ابيض، طب ما ادي فلانه مثلا. مش لازم قصدي يكون حتى تبرع ولا. صح. حد فقير، لا لا لا. الفكره في انت بتروقي حياتك انت. صح. انت الحاجه اللي دلوقتي ما جاتلكيش 100 فكره حاجات عايزه كتير. يا ده انا هروح افضي حاجات كتير، الموضوع ملهم جدا، هروح افضي حاجات كتير قوي الحقيقه. طب ساره انت الموضوع بقى ما بقاش بس ان انت اللي بتعملي ده، انت كمان بتساعدي الناس او بتعلميهم، عملتي بقى ورش، عملتي كورسات، فانا عايزه اعرف منك كده فكره الورشه جات لك ازاي، او ان انت بقى يبقى عندك حاجه بتعلمي بيها الناس. بصي ايام ال 90 يوم برضو يعني بصي هم 90 يوم دول كانوا مهمين قوي في حياتي، واضح يعني في خلالهم بقى في ناس بتطلب مني، والناس على فكره كلهم صحابي، يعني مفيش حاجه ابدا كانت اعلانيه او حد قال لحد، كلهم كانوا صحابي. بس صحابي بقى بقت ندى تعرفني فبقت تقول لحد. أيوة. يخش صفحه ساره على فكره احنا شايفين هو ده جزء من الورشه اللي انت كنت عاملاها. مظبوط. انا عملتها وبكره في ورشه تانية ان شاء الله. ان شاء الله. وفي يوم العرض يعني الورشه بتبقى بنتكلم في الموضوع زي ما انا بتكلم معاكي كده بس بالتفصيل بقى. وممكن بقى كذا حد، يعني الورشه دي عارفه بتبقى انتر اكتف. صح. فالورشه بتبقى بني ادمين قاعدين وبيسالوني وانا بجاوبهم، او بنقعد نقول بقى يعني واحده تقول لي مثلا انا بعزل والبيت ده انا فيه بقالي كذا ورايحه دلوقتي عايش لوحدي، عارفه في تفاصيل بقى، كل بني ادم عنده تفاصيل. طبعا. طب اعمل ايه؟ طب كذا اخده ولا لا؟ بنقعد بقى نتكلم نتناقش في الموضوع. انا بالنسبه لي لاحظت الموضوع فيه مايند سيت اكتر، ما انا بسيبك بعد كده وانا مش بروق لك الدولاب. طبعا مش هعيش معاكي يعني. بالظبط. لا وانا مش بروق الدولاب يعني هطبق لك. انا هعلمك تعملي ايه. صح. هقنعك ترمي ايه، لكن انا همشي في الاخر. صح. فانا مش مكمله معاكي. فهي الورشه بتكلم فيها، وممكن طبعا في حاجات بتبقى برايفت يعني. انت فعلا ندى عايزاني اروح اوضه نومها ونشوف الموضوع ايه بقى، الكارثه اللي بتحصل ايه. وبعدين مع الوقت بتحسي انها زي براكتس، فانا بديك البراكتس وبمشي بروح بقى. بالظبط. انا بديك هتمشي على ايه؟ حبش الموضوع ده، مفيش حد ما حسش بتاثيره اكيد. بصي هو في الاخر لما انا بقى قاعده في مكان متوضب ومترتب وعيني مرتاحه، انا اكيد انت هتلاقي مخك بعد شويه بيرتاح، تلاقي نفسك مش قادره بقى تستحملي. صح. ناس زياده، كراكيب زياده، صباع روش بجد مش بتستعمليه هترميه بجد، انت هتلاقي نفسك ماسكه كده بترميه ومرتاحه. فدي كلها حاجات احنا بنعملها كنا باي ديفولت انها موجوده. طيب انت كمان يا ساره الموضوع يعني ممكن يبقى اونلاين، يعني ممكن ما بقاش قاعده قدامك. طبعا ممكن يبقى زوم ميتنج. لان انت بتتكلمي احنا هو طبعا هي فيها جزء كده سايكولوجي، انت عايزه تتكلمي معايا ونحل مع بعض. لان الموضوع ده في ناس مش مضايقها ومش واخده بالها انه مضايقها، بس حاسه انها عايزه تروق. يعني ممكن الشعور ده يجي لك عادي، انا عايزه اروق دورك طرحي. فانا بساعدك بقى نرمي ايه. ايوه. ونرمي ليه، ولو رميناها هنحس بايه. انت متخيله في تفاصيل، في ديتيلز بنقعد نرغي فيها كتير، كانك بترغي مع واحده صاحبتك. هي فعلا بس هي بتقول لي بقى ايه موضوعها.